سيداتي العزيزات، أقدم لكم الدكتورة رجاء عيسى صالح الجرج، سيدة أعمار رائدة في المنطقة، تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني. يقول والله ماي رول موديل از رجاء. لا، it shouldn't be your role model رجاء. You should be more aggressive than رجاء. I will never say I have a role model. I will say I have a mentor. A leader is not a leader. A leader is a team. A leader هو اللي يقدر ينمي هذين الناس اللي حوله ويساعدونه. لأن أنت كليدر يعني تحسبين أن أنا أي نجاح أكون فيه أنا بس اللي أسوي؟ لا، أنا ما أسوي. أنا أسوي ويا جماعتي اللي موجودين ومتواجدين في كل شركة. فيعني المرأة موجودة في كل مكان، الدعم موجود، ولكن المرأة أين تجد نفسها من هذا الدعم؟ هني موجود.